هل تعلم يا أخي عثمان؟ نعم. صار ويلك هذه بقصة باختصار شديد. أنا بوتفليقة كان ممكن أن ينتهي وراه روتريت اليوم في المغرب على أساس أنه جندارم سابق. في نهاية 55 بداية 56 تقدم لكي يلتحق بالدرك المغربي كجدارمي. أيوة. لكن لسوء حظه أو بلك لحسن حظه الآن وللكارثة علينا إحنا، أنه كان تنقصه 3 سنتيمترات على الحد المطلوب لكي يكون دركي. أعتقد أنهم كانوا طالبين 165 أو 66 وهو كان أقل ب 3 سنتيمترات. فإذا به وجد نفسه أنه لازم يلتحق بالثورة، الثورة طبعا الجماعة اللي كانوا في وجدة، وهو كما نعرف من سكان وجدة، الذي بمناسبة أحيي رجالها وشرفاء، لأن البعض منهم يقولون لماذا تنسبون لنا عبد العزيز بوتفليقة، نحن نحب الجزائر ودافعنا عن الجزائر وهم كذلك فعلا. لا طيب. نحن فقط نذكرها لأنه ولد فيها، ليس أكثر من ذلك. إذن كان ممكن أن ينتهي دركي، بلك راكر عنده 20 سنة روتريت وخرج دركي في المغرب وانتهى الموضوع، لأنه كان يحمل جنسية وكان متواجد هناك. فإذا به الآن في العشرين سنة هذه اللي كان المفروض راه فيها كان متقاعد هناك أصبح يحكم الجزائر. هذه المأساة اليوم الحقيقية، يعني شيء مضحك إلى درجة أنه شر البلية ما يضحك. هذه مؤلمة جدا.